السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بكل ما يسركم. أكيد ما صباح الله خير حين القايلة تقريبا نص النهار، لكن شو أسوي عاد؟ يعني ما كان عندي شغل ولا عندي رمس ضروري ولا في موضوع، كثر الرمس اللي رمسته البارح ما ظني أروم أرمس بحياتي. حد يرمس هالكثر؟ بعدين أبو من دخلت القرية لين ظهرت من القرية وأنا رطينا واحد. كان الحمد لله زين، على الاقل شفت العرب والعرب شافوني، رمست وياهم ورمسوا وياي وعندك ودونك وعلم وخبر وبسط ويا الوادم كلها. وعينت من الله خير، وشو بقولكم، والهدف اللي انا ساير اللي قضيته ولله الحمد اللي هو الله يحفظكم زياره صنعي الله يحفظكم، مكان معرض ما يقارب أكثر عن 60 لو 70 أسرة منتجة، أسرة منتجة 70 80 أسرة منتجة متجمعة في معرض واحد. كدوا على بيوت، حد اللي ما عرس عرس، اللي كد على عياله، وغدوا بيوت ما شاء الله، ورشت تم الماي رشة ولايتية رقم واحد. ليش؟ لأنهم اجتهدوا وياهم الدعم من الدائرة، دائرة تنمية المجتمع، ياهم الدعم. كيف ياهم الدعم؟ بالتوجيه، ما بالله الأول الشؤون يعطونهم شؤونه. كل إنسان والله نحن ما عندنا، ويا ريت ينصرف لنا اللي هي شؤون اجتماعية، فحين لا، ما بالله يصرفون لك الشؤون، ومش إنك يعطونك أنت محتاج، لا، يعطونك كمحتاج، تعطي المحتاج ماشي مشكلة، حتى اللي ما بمحتاج يعطونه. بلادنا اللهم لك الحمد خيرها فضيل على الأولي والتالي. فشو اللي يستوي؟ اللي يبقى عنده فكرة وعنده عزيم وعنده إرادة أن يبغي يطور بعمره ويبغي يعدل من مكان الأول. مثل شفتوه اللي صورت الحريم، هاي اللي خد من البوادل والتلي، الأول الحريم يخد من هنا وبناتن يخد من بالثلاثين والأربعين متر، كل أسبوع يخطف عليهن الهندي ويلم اللي عندهن كله 200 درهم 300 درهم 50 درهم، وعلى هالمنوال ما يبات شيء في بيوتن. ويود من بيوتهم ويترزقنا الله وما خلاتنها مهره منذ الازل. انزين الحين شو استوى الهندي؟ بكم يبيعه؟ هب الهندي اي انسان هالبائع متجول يشتري عنها 200 300 ويبيعه 3000 4000. المستفيد المستفيد الاجنبي وراعيه الحرفه هاي اللي فقيره تجددت عيونها وهي تشتغل وتعبت ويديها ضربت من كثرة التضريب في البراجع وفي التلي وفي الدري. شو يستوي هذا؟ ماي بدها إذنه غير 200 300 درهم، والباقي يبوي كله في بطن الأسيوي هذا اللي يشو ياكل كدهن ويلعب في الدنيا كلها. انزي دائرة تنمية المجتمع شو سوت؟ اللي في الدولة كاملة إلها أبوية أقسام من أبوظبي للفجير في جميع القرى وجميع المحافظات وجميع المناطق وجميع الإمارات، في 7 الإمارات كلها، في كل إمارة إلها 7 أو 8 أماكن. لكن ما كان العمل الأول بالطريقة هذه. الحين سووا دورات للبنات، دورات للكبار للصغار، ترى حال الدنيا الحريم لازم بيصير إن هذه بيخلفن منو بناتن، وين أمهاتنا وين يداتنا؟ كل إنسارا اللي عندها مهرة وصنعة ولا تعلم حد من 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 عيالها ولا من ذريتها، خلاص اندثرت هاي الصنعة. فلذلك ما يحصلون حد على، فالحين سووا الامهات هاي الحريم عازما شرات المعاهد. والزين بعد شيء جديد يخلونهن يصيرن للمدارس، يلقى محاضرات، يعلم البنيات في وقت الفسحة، يعني امور وايدة وروا من شغلتن. الأول الشيء اللي يخدمونه مش متقن 100%، عشان يدخل السوق العالمية لازم أي منتج، حتى السرود المتشبل، المخلاة مالت اللي حق المقانيص، الوكر، كل شيء يحني يخدمنه ما شاء الله، الطرابيش، كل شيء يخدمنه الحرمات. يقير ما فيه
ما حد يقدر يسوقه. شو السبب؟ الفينيشنج ماله ماخذ الجوده العالميه. فالحين الدائره شو تسوي؟ وزاره تنميه المجتمع يوصلون المنتج مالك انت يا المواطنه وانت يا المواطن للعالميه. كيف؟ لازم الاتقان في الفينيشنج. الاتقان في الفينيشنج ضروري يكون بحرفنا عشان ياخذ ماركه ويغدي اسم اماراتي وكل فخر. لازم يكون الفينيشنج ماله نهايه الخدمه. يعني شو الفائده؟ عندي هاي الكندوره الفنان اللي ما حد عنده شراته، لكن شو الفائده وهي متشسفه؟ لازم تنكوي وتتعلق. ولا عندك كندوره فنانه ما شي شراته يا غير لابستنها بالمجلوب، ما يليج في العقل. لازم تلبسينها بالطريقه العدله. ولا لبستي كندوره ما شي شراته وازمتي تمشين مشيت شرات الغراب، منو بيشاهد؟ ضيعتي المديل وضيعتي عمرك وضيعتي المشي، فرطتي الجيس والقراطيس. فلذلك مشيت الاغراب تملي اغراب. انت ابوي بنيه لازم مشيت بالتاتا وبالعدل وبالزين، وتمشين وانت تتغنجين وتمشين بمشيه العدله كبنيه. انت ما بحينه ارنيه تمشين تنقزين كانك اغراب. لازم المشي لها ترتيب، لها طريقه. يعني حتى المشي يعلمونها البنيات كيف يمشن، لان الحرمه حين بسير تاخذ البنيه يطلعون مشيته، يطلعون دورته، يطلعون كل ما فيها يطالعون. ما يطالعون بس الا ويهها كانها حلوه ولا ما بحلوه، لا، يوم تمشي طالعوها، تمشي تضلع، تمشي تنقز، تمشي تعري، تمشي ريولها كرفه، سركه، عريه، هذا لازم يطالعونه. إذا أنك أنت ما تعرفين للمشي، منو بياخذ حق ولده؟ أنا لو عندي كلب ما يوزتك إياه، ما يستوي. لازم كل شيء له ترتيب. فلذلك لما هات هاللي تشوفونهن يعلمن تعقيص، يعلمن المشي، يعلمن المذهب، يعلمن الطباخ، النفاخ، الشل والحط، يذهبن البنيات أمهات 18 و20 هاللي على وجه زواج، يعلمونهن كيف يعاملن الريل، كيف ترى الريل يبقى لطافة والخبز يبقى طرافة. من استوت الدنيا كل شيء يبقى كل شيء ما يركب الا لاجل شيء. يلا هذا برايكم تريوني جماعه تحت، بساليكم ملامس خلاف. قبل ما تقولوا لي خلاف، شو الاطرافه؟ الاطراف الله يحفظكم اللي هن اطراف السعف. السعف الزوره يقصونها، الاطراف هاي الاطراف اليابس هاي يحطون تحت المخبز يوم بيخبزون. قالوا والله الريل يبقى لطافه والخبز يبقى اطرافه. الاطراف اللي هي اطراف السعف حق يوجدوا به الضوء تحت المخبز. يلا عاد بساليكم. السلام عليكم. قول السلام عليكم ابو محمد. ابو محمد نعم. ايه. قول لي وين انت؟ من هذا من قليوه. لا منو؟ لا لا وين؟ دبي دبي روحوا. قول لي تعال. ابو محمد السلام عليك. ها شوف شوف الجيش كم كبره. ها يريلي ها شوف ها كم كبره. ها وين تحصل هذا ها ام الحلا؟ ها تبى ام الحلا هاي ام الحلا. ها 20 كرو عايش بشاب. شو صايد حمد؟ ها ها ابو محمد شوف هاي صيد. شو طريقه شو الصيد هاي حمد؟ جيجينج. ها ها ما لحقت عليه ابو محمد صيد الجيجين. محمد شوف الهوامير. ها شوف الهوامير يوم اقول لك تعال ما تسمع الرمسه. شوف الحين بعد ارويك شيء انت اول مره تشوفه يمكن. هذا شوف خلك انت هناك. اشحمه خلك انت يا سيدي. تريوني تحت منو؟ خبير السناب منهل. هو ولد عمه. والله نسيت شو قال لي ولد عمه ولا اخوه. وياسين يتريون الحين تحت عازمينهم على الغداء. اليوم عازم الخبير السناب على الغداء، وبكره عازم الله يحفظكم شو اسمه الكينج. الكينج باكر غداه عندي. واليوم غداء خبير السناب. وان شاء الله
احنا ننزل تحت بخبركم شو ليش جاي خبير الاسلام، ليش شو السبب، ليش بنسوي اجتماع غدا عمل على اساس يعني. يلا هذا عاد تعرفونه خبير الاسناب غرب الله تسمك صعد شو اسمه منهل ضاع كرتك يا بل هاليوم وصل اخوك يا الله الله يحفظك. سلام عليكم ابو جوري. سلام عليكم مرحبا استاذ كيف حالك اسمك اي ايه ابو جوري واخوك ابو جوري بعد قول لي ما شاء الله عليك بنتك اسمها جوري ايه. الله يبارك فيها يبلغ فيها عروس وهذا حين اخوك توه حين نتعرف انا وياه وان شاء الله تكون معرفه خير وان شاء الله ان غادي شغل بيننا وبينكم وان الله ييسر الامور التوفيق من رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ادعونا بس الله ييسر ان شاء الله الامور. هذا اخوك شويه واعيده والله همه معذور جيت على الموعد جيت على الموعد احلف على الموعد جيت انت اللي تاخرت موعدنا واحده الحين كم الساعه ايه انت انسان ليه صليت هذا من يعني صلينا وطلعنا انتوا لا انتوا هذا الجامع هون هذا انا قصر جمع انا على سفر اتريا اسوي قصر جمع لان اجر يعني. اقولكم لقيت شخصيه هني في المطعم الايطالي وكان في خاطر رشيت لين الشده اني خليني اصوره قال لو بتنطر في خمره راسك الخلق هو من هالبوظبي مثلكم شرواكم ريال في خير وطيب قال لي أول مرة بحياتي أي دبي أسبوعين ورا بعض وأسكن في نفس المكان. قلت لي شو السر؟ قال لي الفندق اللي أنت يينا على نعتك يا أبو محمد أني دبي وسرنا شرق وغرب فندق مريح غرف أسقف عالية مساحات في الغرف نظافة هدوء خدمة مطاعم في حوالي 8 وكل واحد أخير على الثاني. اليوم أنا أقول في خاطري أتغدى قوم منها نعزمهم في المطعم الإيطالي قال لي لا أنت أسبوع لي قبل شهر تغديت في الإيطالي اليوم شيء مطعم فوق شرق أوسطي قال لي أحب أخبرك بس الله يحفظكم عند الريسبشن تخبرتهم قالوا بيطرشون حد من عندهم بيشيكون على إذا فيه حجز ولا ما شيء. قلت لهم نحن أربعة أفراد لا هي ياهي زي أربعة أنفار وخبرونا إذا لقطونا حد الحين أتريا حد بيقول إذا لقطة ولا ما لقطة وبرد عليكم الخبر ونطلع فوق الحين بنيل سوي نحن عندنا رمسة بنخلص موضوعنا بنطلع بنتغدى وبنرمس فوق في المطعم إن شاء الله. My English is very bad. No okay, but you understand what I mean. Okay, salam alaikum. Oh, even you don't know how to say salam alaikum. Okay. Salam alaikum. Okay, now, 4 person. Okay. We need to make reservation for Al Bahar. Bahar, 4 yes. person? Okay. What about the restaurant? Okay, we have the restaurant Bahar that is a Middle Eastern cuisine. Mm-hmm. We have there some view, that is the canal view. Also, we have a terrace or indoor if you wanna, shisha. Shisha, it's not in the restaurant, outside. Outside, yeah, of the restaurant. Shisha have, afternoon. Yeah, until 4. From 4? From 4, yeah. Until all the night. Yeah. Anyway, what kind of food you are serving? We have shawarma, we have bar dishes, that is the signature dish. We Middle have, East food? Yeah, Middle East food. Okay. It's very nice. Yes, I heard a lot about it. Yeah, the decoration is very nice too. Inshallah. You okay. have to see the decoration. We are 4 people. Okay. We need table for 4. We need somebody to let us, to help us to choose the food. Okay, perfect, no problem. We are eating everything, but we need somebody to guide us how to choose the best special things from your Yeah, kitchen. No problem. We have the chef, that is Mohaneb. Uh-huh. I don't know if you know who he is. Yeah, I saw him. Maybe I saw him. Well, he is a good person. He can show so many dishes for you. Inshallah. The best dishes you can try. Inshallah. We have some desserts, some good desserts too. Inshallah. Arabic desserts. Inshallah. Okay, sure. Try to give us one of the best tables. Okay. Please. Outside or inside you prefer? Well, the best table for me is outside. Outside? Yeah, because you have the view. You can see the view. It's very... Okay. Okay. Okay, you want the table outside, no?
smoke area? No, we are not smoking. Ah, perfect, no smoking. Because we have two areas. One is the shisha area that you can smoke, and the other side that you do not smoke. Which you prefer, outside or inside? For me, I prefer outside because you have the view, it's very nice. Inshallah. Yeah. Thank you very much. No, you're welcome. Thank you. Thank you. At what time you prefer? The 2:30. 3:30, perfect. Under the name? Al-Khaldi Khaled. 2:30, exactly. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Thank no you. Problem. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Hello, sir. Is everything okay? Can I help you with anything else? No, I am done. They came from upstairs. Okay. القسم هذا قسم البنية هذه. What your brand they say? The navigator. Navigator. هذا النافيجيتر موجود عندهم في الفندق عند وجه الباب. هذا أي شيء يخص دبي واللي موجود في دبي. هم يسمونهم نافيجيتر يعطونك المكان وشو الاحتفال المطاعم اي شيء غريب موجود عندهم النعت ماله يخبروكم عن اي شيء موجود في شنتيه دبي حتى المطاعم اللي مش لازم المطاعم اللي عندهم يخبروكم حتى المطاعم اللي موجودات في خارج فندقهم بالرغم ان عندهم اجمل مطاعم في شنتيه دبي يا غير حتى الانسان اللي يبي شيء غريب ينعتونه ويوصفونه يعطونه النعت والعنوان Thank you very much. Sorry, you don't understand what I said. I don't speak English. Thank you very much. Thank you. Thank you. We قعدنا في مكان نتغدى لا له شبيه ولا مثيل. شوف الفيو بالله عليكم. شوف الفيو. وشوف هذا فندقنا مرة. نحن مرة تحسه. شوف الله عليكم مكان. مكان موقع ولا شيء شراته موقع في الدنيا العودة. هاي شو الطاولة كانت طاولتنا فقلنا الحين أبوي نحب أني وبناكل تليلسة هذه منخلص أكلنا بنسينا يلس المكان هذاك للشو للتقهوة وناكل الحلو اللي لنا الحلاوة يعني شو رأيك من هل زي المكان يلا بارك الله eat our order يلا 1 2 3 يلا I'm taking video يلا your order for the starter it will be one for the salad One falafel salad, one grilled eggplant salad, two crab saj, and two chicken leg. And for your main course, it will be the one... The crab, it's coming saj. Yes. That's fine. And for your main course, it will be one risotto, one seven spices salmon, and one veal chop, medium well, and two king prawn, and two bahar rice, and one patata hara. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome. يعني... هذا الرجال اللي جيت تحت يوم نعتني على المطعم هذا انا سامع عنه يا غير ما جيته هذا عاده يمكن 10 طبابيخ فلذلك اعرف انه ذويق وعارف انه وهو يعرف اني انا ما تصلح لي الصوالح والرجال يعني 10 شفات في بير مش طبابيخ عاديين وراعي سير ويجي وعلم وخبر يعني من الناس اللي ما شاء الله عليه على الله يرزقه فلذلك اذا هو هذا يلي ما خلى شيء ما شافه مستعيب من من خدمة مطعم البحار فشو أنا يعني أنا لحالي حالكم أنتو المراد يلا بنلبس خلاف صبر سلام ما زينك هلا أبو محمد حياك الله يلا ليو عليه في الدنيا كله فيه حياك الله يا منهل والله مرحبا بك وسهلا This is the grill eggplant. هذا أبوي بيليان مشواي وهذا فلافل مع تحت بالحمص وهذه على الله يحفظكم كراب ساندويتش كراب ساج ساندويتش مع هريسة مع المغرب طريقته هاي الهريسة مع المغرب وهذا قبقوب مع بخبز الصاج مسوينه وهاي فتوش وهذا أنا قلت لهم يبون اثنين حسيت إنه بيعيبني and what is else for a starter Chicken and meat. Okay, thank you. Thank you. Chicken skewers. Huh? Chicken. Chicken. How would you like? I mean, can a starter. Yeah. سوين البليان بطريقة غريبة. ما أدري عاد شو الصوص اللي حاطينه. مشواي فارمين عليه ما أدري شو شرات السمسم وطعمه لذيذ وناضي ها. شو هاي؟ مرة فنان. أبدا كأنك تاكل مخ. شيء غريب عجيب. فنان يعني
الله يحفظكم. بعد شيء بعد يور ما بالله يور منكر هذا فلافل ويا هذا ما ادري شو هم مال الانجليز اللي ياكلون شارات الخصم اللي صار وهذا ما ادري شو لا هو خيار وغير عن الخيار وهذا بعد نخي شيء غير نمون النخي تي مدوره هاي لا مستطيله المهم شيء فنان لا صار ولا استوى شراته فلافلهم روحه يا ابوكم فلافلهم حنهم ياكلون وانا يا سيورط شوف الله عليكم فلافلهم روحه غير نمونه يا سلام سلام اي ضروري يطلب من هذا الكراب صاد شو كراب صاج ساندويتش كراب صاب كراب صاج ساندويتش يا ربي هذا هروح اسمي ابوكم مشكله كراب صاب ساندويتش هذا هو هتنسون وايد ضروري مرحبا مرحبا بالمر هلا اخوي هلا انت وين انا طال عمرك تغديت في غندوت وتوني واصل البيت بس هذا زعي ابوي يريح شويونه وانطلاقه ان شاء الله بين اللذانين بين المغرب والعشاء غايته خادم جايني يعني في الطريق ادريب ابو هامل يحافظ على الحبيشي انا اول بيصلي جاي المغرب ان شاء الله وانطلاقه يعني توكل على الله ترى بيازم مسانك مسانه كامل ترى بيازم في السيتي ووك لا بنسيت لا شرق ولا غرب لين نسكر الدكاكين والمطاعم لي في السيتي ووك وخلاص كلن يضوي بيت خلاف ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا ابو المري على الله يحفظك يا مرحبا شكرا شكرا على الله يحفظكم عيش بالخلطه من غير شيء شرات البستك فيه ومكسرات من كل ما تشتهي الناس داخله طلبنا صحنين الجماعه اكيله وهذا يسموه بطاطا حاره وهذا اسس وات كايند اوف فيش سلمون فيش سلمون ها سلمون بسبع بهارات ما ادري شو يقولون عنه و ذس وان لوبستر ذس وان هذا ذس وان ريزوتو ها ريزوتو ريزوتو وهاي على الله يحفظكم بعد ربيان من غير وهذاك بعد ربيان من غير يعني هذا الربيان الجامبو ترى على فكره مش الربيان هذا ها وهذا على الله يحفظكم فيل الحمت عيل طالعون كيف بالزعتر يسوي نمون ثيب ضلع والحملة تشت من غير كل بيل مع العيل رقم واحد عسامحونا ما الله بنكون مشغولين لين نصمصم أبوي على هذا شو رأيك من هل واحد يعني بطريلكم عن الأكل وطعمه كذب ما يبال رمسه يوم يقولك ما في الحاضر مدح يعني ما في الحاضر مدح يعني رمستن أبوي وايد ما لهم عنا يعني يوم يقولك ما في حاضر مدح شوف ما يبال رمسه يوم قالوا سبع بهارات مغربية هذين حاطين أبوي في نص دارين على هالاسمك سلمون وشي فنان اللهم ادمها نعمة حظها من الزوال يا رب العالمين Thank you very much حليل Yes please يلا 1 2 3 Here seven spices salmon with Moroccan tomato jam on the base. Here. And here we have frica risotto with frica risotto with mushroom. And here we have a tiger prawn with saffron butter sauce. زين. And here we go. There is a veal chop with a zaatar butter sauce. أيوة. And here is patata hara for the our side dish. أيوة. With. With the patata hara. With tom sauce. Yes. And this one is our Bahar Oriental rice. أيوة This is basmati rice Yes Thank you very much Thank you وجوري شو المطعم؟ بالآخر والله اسم على مزمى عصر النهضة رهضة ريسينس اسمه رينيسانس اسمه رينيسانس معناته عصر النهضة أيوة في أوروبا عصر النهضة اسمه يا أخي مميز حتى هذا عيش غير نمونة وين يتم هالأفكار؟ كل شيء مطور ترى على فكرة اللي بي وما بيطلب شرات اللي أنا طلبته هذا ابوي غلطان عارف شو حد طالب انا ما اعرف الحين اسامي ولا اعرف اسامي لكن قلناها اول بادي اول ما يتيته وقبل شويه عدته هذا العيش حرامي اني يطول العمر يطول العمر والله يبكم عيل هذا شو حينه بس علي ولا بطاطا حاره بطاطا الحاره اللي احنا ضارينا ناكلها في المطاعم مكعبات على الكبير ومحموسه هذه يا ابي اسبوع كل صبع كبر البلد مال بحر 17 قامة انزين يا قير شيء غريب عجيب طعمه حرام اني كلت اثنين وهذا الثالث يعني شيء حتى علي ولمهم غير نمونة حتى علي ولمهم انصح ابوي اللي بي ضروري يطلب من هالبطاطا الحارة هو الا بطاطا حارة لكن ما ادري شو حاطين عليه شيء غير نمونة
يا الله يغرب له الطباخ مشطره. طعم اللحم اللي تعيدونه هنا ابويا؟ قالوا بمخاوين شمه يا حبيب النبي. ها ماين لامون، شوف ايش قال الحمته، ايش قال الحمته؟ حرام يا كنت تحرونه، تحرونه دياي وهو ها الا لحمه. هاي لحمه البيل، لحمه العير مالهم. يا سلام والله نهذوب اللحم. لا عصمت يك يا الطباخ مالهم، ما ندري ايش اسمع هذا. يوم يقول لك حد من العرب روح يسوي ترتيب وشغله من غير ما حد يدري به. نش منها لله يحفظكم وتواعد ويا سعيد القبيس سعيد بن صالح. ما وعينا به، ما وعينا به اللي جاينا. الساعه الطيبه والمبارك اللي هناك. ساعتك ابرك يا بن صالح، كيف انت؟ خير عليك. والله مليون مرحبا. الله يرحبك عمر الله. شحالك يا سعيد، كيف انت؟ خير عليك بخير الله يطول عمرك. ما وعيتك كله داخل، لو درينا بك بتينا ترييناك على الغداء. لا الله يطول عمرك، نعزم ولا نعزم؟ يعلك تسلم، يعلك تسلم، الله يبارك فيك يحفظك. اسميك قصرت يا منهل، قصرت وسويت لنا مصيبه عوده. الحين هذا ابو قبيسي بلحقنا اللوم وراه. كيف يعني خليتنا نواعده؟ كيف واعدته ويبته من غير ما تخبرني؟ معوض معوض. يلا الله يحفظك، ابرك كم ساعه اشوفك. انا سعد، انا سعد. الله يحفظك وسلمت. تابعتنا الباحث سعيد؟ نعم يا طويل العمر. شفت يوم سرنا هاي البقعه اللي تبعت صنعة؟ هي صنعة. والله العظيم انه يعني مجهود يشكر عليه. هي والله هاي تبع الوزاره. الوزاره عندهم الجناح تنمية. هنا ايه تنمية المجتمع. هذا مسوين هذا صنعة ايه. لجل شو سعيد؟ لجل نعم. تنمية الناس اللي عندهم مشاريع يشجعونهم على اتقان مشاريعهم. اللي عندهم مهرة يسوون دورات يودون لأمهات الحريم جدا المدارس يعلم البنيات ايش قال يحنن، ايش قال يسفن، ايش قال حتى التقميط ينبغي يعلمونها ايش قال يقمطون. ولا ما حد يقمط هالزمان يعلمونها الصناع. هي والله مش شكل ابو هذيل امهات الهمبرجر يوم قالت عطنا فرابتشينو ودبل شوت. هي والله خلني اتعلمن. هي والله يبالهم من يقمطن ويعرفن الصناع ويعكسن ويطبخن. عيد وايد الفكره حلوه، فكره حلوه ومستفيد الاسر. الاسر هذه وايد مستفيده، مستفيد ارقام كبيره يعني. نعم يعني برقم كبير يعني متعدل متعدلها وضاعهم متشجعين. بعد الاخو يشجع اخته، الريل هي والله الريل جاي هو يحرمته. يعني شو بقول لك، شيء جميل وايد زين. هي والله هاي يسمون التكافل الاسري. ممتاز ممتاز. الله يطول عمر شيوخنا اللي ما قصر. آمين. آمين واللي النهضه هذه اللي احيت الجيل هذا. اي نعم انهم يعلمونهم على الشيء العدل معلوم. والشيء الصحيح اللي باكر يستفيدون منه عيالهم وعيال عيالهم. هذا الزين، هذا الزين. وسع مار تصوع مكان كان منزول لين عين حيني وخفت العرب. السلام عليكم. هذا المطعم اللي خبرتكم عنه، هذا من داخل عاده، هذا اللي هو مطعم البحار. كل شيء يخدمونه قدام. هذا صار مالهم وما شو بقولكم. هذا التنور هم. هي والله حلو ما بزين ما بيجي بس بغدم من آخر الدنيا. هي والله الله يحفظكم. مع الشباب طلبنا جرين تي، ما ظني لو باكله الجرين تي ما بل بشربه. لو باكله أكل مستحيل إني يسوي مفعول، مستحيل يسوي مفعول الجرين تي. كلنا ابوي كل احد طلب مكياتو، حط طلب ما ادري شو، حط طلب ما ادري شو، وحط طلب هذا. شو طلبت انت من هل؟ جرين تي. جرين تي زين. يا الله يحفظكم. هذا صديق قديم بشاب حي احمد. حي الله. كيف حالك؟ الله يطول عديبك عام يوم انت معرس. شو وياك بني لو وليد؟ بني طال عمرك. الله يحفظك. سلامه. على الله يسلمها من كل مكروه، تتربى في عزك ان شاء الله. الله يطول في عمرك. الله يدوم عليكم الفرح والسرور وين ما تكونون. امين. ويجعل الفرح ما يفارقكم. وانا فرح طال عمرك بشوفك. الله يبارك فيك خليك ان شاء الله. معلم شو اسمك انت ابوي؟ انا اسمي عاصم. والله والنعم حبيبي من حضر بطل. الله يبارك فيك. عاصم تشتغل في المطعم هذا الايطالي؟ مطعم باستا. باستا. انا جيت قبل شهر مزبوط تغديت عندكم. إيه. هي نعم مطعمكم في منتهى الروعة المطعم الإيطالي. والسنة واليوم كنا بنتغدى عندكم
يا غير لقيت شباب قالوا ابوي لا تتغدى عندهم، انت بتغدي مجربين اكلهم، مجربين اكلهم. فلذلك ابوي تغدوا اليوم عند البحار، البحار اي، وبكره تغدوا عند الفرنسي. ايوه وبهالمر لا 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 على اساس يعني انا اشرب شاي عندكم، هذا حكي ما بعد حكي تجي لعنا ان شاء الله عيوننا تيكم. جزاك الله خير، طال عمرك، مشكور مشكور. شو اسمك قلت لي؟ اسمي عاصم. شكرا يا عاصم، بارك الله فيك. ها سعيد بن صالح، مرحبا سعيد بن صالح. شو عندكم ييتكم دبي؟ هل هي كشت ولا جايين؟ انتم دبي دارك انت كل اسبوع تيها يا غير، هل ييه اعتقد انها مخالفه؟ طال عمرك نحن جايين نشوف الناس اللي بتشارك، معظم من الجهات بتشارك في اكبر معرض بيكون في دبي اللي هو معرض عرب هيلث، كوني انا مدير تطوير الاعمال في شركه NMC للرعايه الصحيه، هذا القسم التجاري. ياسين نشوف الشركات اللي هي راح تشارك في هذا المعرض، المعرض يعني معرض دولي، هذا معرض عالمي ما شاء الله، يكون من كل جهات العالم مشاركه في هذا المعرض. شو هدف المعرض بن صالح؟ المعرض الله يسلمك بيع المعدات الطبيه، المستشفيات اللي مشاركه داخل الدولة وخارج الدولة، الناس اللي أي شيء تبي تستفسر عن الشيء الطبي مثلاً. حضر؟ نعم، العالم كله ما شاء الله بتحضر، وهذا المعرض كل حد يترياه. والله. من حول لين حول. من حول لحول. أيوة. والعالم يعني ما شاء الله توافر فيه من كل جهات العالم. والخليج وكل مكان. الله يزيد ويبارك. شرفنا يا أبو محمد. عيوننا عيوننا فيك. الله يطول عمرك. عيوننا فيكم. نحن بيكون عندنا ستاند إن شاء الله بقسم NMC للرعاية الصحية. إن شاء الله. وهذا شيء شرفنا حضور الجميع إن شاء الله. إن شاء الله عيوننا فيكم الأخير. الله يسلمك. أبو جوري شوف الحين كل هالعرب يسألون يقولون لي شو سويتوا الحين في الاجتماع؟ شو قررتوا؟ بتخبر عن اجتماعنا وشو فحواه وشو مضمونه لو خلاف؟ لا بتشير بتشير. متى؟ على قضايا حواجبكم بالكتمان. يا ربي انا وين ارمي يا ود عمي؟ يومين بس، يومين ان شاء الله. والله؟ اي. انزين يلا يلا صبرني عاد. بدك باروم؟ انا محمد. تتوقع بقدر؟ انا شو؟ اني يا ود عمي ما اخبر حد؟ لا. ما تقدر تخبر حد. ليش؟ ما تقدر. انا ما اقدر. أيوة. يا رجال ادور السبب، ادور السبب. يا ربي يا من هل انت اليوم متريج؟ ايه. ومتعشي البارحه؟ الحمد لله. وهالخدمه اللي خدمتها فوق شو؟ ما شاء الله عليك، ما خليت شيء، ما لطمت اليوم. اليوم هاي انت اكلت 6 وجبات في وقت واحد. ايوه ما شاء الله عليك. الحمد لله. ما يبين عليك من هل ما علي اصور معكم داخل. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. ها ما بسلم عليكم هاي جود افترنون اور ما ادري. اقول لكم المطعم جيت انا قبل مده المطعم عندكم. ايه. وتعشيت اعطوني الطاوله اللي هناك. ايه. وكان كل شيء مميز عندكم. واكلكم كان لذيذ. وطريقه التقديم مميزه. والستاف اللي يشتغل عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا شرف لنا. قمه قمه. شفت الشيف اللي عندكم نسيت اسمه؟ نيكولا. نيكولا. هي نيكولا. هي والله شغلكم وايد كم. ديفيد شو ديفيد ماير. هي شفته مكانكم وايد فنان، بارك الله فيكم. شكرا شكرا. تحب تشوف تعمل لهم جوله ما شاء الله. احنا غيرنا الديكور شوي مثلا الحين. صح اللي موجود عندكم الاطعمه كلها اورجانيك. كله. آه نسيت أنا أعطيك المعلومة هذه، كل الموجود عندهم كله أورجانيك. طبعاً. ما في أي شيء عندهم من الخبيز ولا المعجنات ولا الأكل، كله فريش وكله أورجانيك. ما في ولا شيء من هذا العادي يعني، اللي مش أورجانيك شو يسمونه؟ على بنفكر مثل الأكل اللي بيعملوه بالفاست فود. هي يعني المهم إن الأكل اللي عندهم كل مميز. شو اسمك قلت لي؟ انا اسمي عاصم. يا ربي اسمك وايد صعب. يا عاصم عاصم عاصم. يا لا عربي. شو اسمي؟ احنا ما قلت لك اسمي اليساندرو الدرادي. شكرا اخوي عاصم، بارك الله. سلم على الشباب كلهم، بارك الله فيك. شكرا. شو سؤالك؟
انا اسال طال عمرك، انا محب الاكل الايطالي زين، واسال عن البوراتا بافلو اللي هو الجاموس زين. شو شو طلع عنده؟ احنا عندنا بوراتا تشيز بتجي مع تشيري توميتو على الوش، بيحطوا له زيت زيتون ورق البيزل. ايوه وتشيري توميتو زين. والثاني كثير حق طيبه كثير، بيعملوها مع الخبز على الجنب. الفيني ارفياتا ولا الفيني؟ الفيني ارفياتا فينا نسوي لك اياها، بس انا عندي انواع كثير من الباستا مختلفه، في شيء فريش بنعمله هوم ميد وفي شيء دراي. بخصوص الريزوتو، الريزوتو بقدر اسوي لك ريزوتو مع ماشروم مع شرايين اللي بتحبه انت بقدر اسوي لك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الشباب كلهم يلا سلام. مع السلامه. فندق التحرى ما فيه الا انا، ما فيه الا انا، هدوء عيل فل لين عينه، ما شيء ولا غرفه فاضي من كثر الصوخ اللي فيه. التحرى ما فيه اوادب وهو ممزول لين عين. في عاد الحين الوجهه الى الله يحطهم الى سيتي ووك، يتريالي هناك بالمر ويترياني وهام العادة الحبيشي يعني، بنارس شوي ونسولف ولا من هل وخوها سارة توعت وياهم باكر ضح. وصلنا عادة ابويها سيتي ووك، لكن ما تشديت سيتي ووك انا بنزل هاي الشارع اللي خربت من 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 برج خليفة، ما تشد يوم من ايام الله وصلت سيتي ووك وسيدي، وصلت الشارع اللي فيه العالم اللي ضوي سار وياي، لازم الف لفتين ثلاث لين اثبت واعرف وين ما كد يعني. صرت سيده لين الباركنات وين الناس تجي في الباركن، ما كد يوميا على كل ما اي لازم الف لفتين وثلاث اوصل عند الاشارات اللي خاري وارد داخل، ويلا يلا اتصاب على مكان وما ولا تصفط في باركنج تصافط فيه مره لمرتين، كل مره مكان غير. لا رب العالمين لقطنا لنا موقف مرة ولايتي مرة مشاهد النافورة، نافورة كنا أظني هاي هني النافورة، هذا وين النافورة؟ لقطنا لنا موقف مرة ولايتي، الموقف لولايتي ولا لقطناه. أبوك قال وأنا الحين ما نبغى نصور، إيه وأنا ما بصور وياكم. نحن أصلا ما نبغى يصور ويانا، لو يبغى يصور. تحتومي ها؟ سلامي. عادي مرة. تريدين انت؟ تريدين يصور عندنا ولا؟ ايه عادي. زين هو ما يريد؟ انا ما ابغي اصور. ليه؟ لا. براي ابوي الله يحفظه. زين سلام، شو اسمك انت؟ سلامة. يعني تريدين سلام، اسمعي اصغر سلامي، سلامة، شو اسمك الكامل؟ قولي له. صالح سلامة. ويدك منو؟ ها؟ يدك، قولي له. صالح. لا والثاني؟ صالح. خبري منو؟ علامي. علامي. يلا بالنعم. في نص السيتي ووك الله يحفظكم مسوين شيء مش جميل، بس شيء اسمه قمة في الجمال للعبي، ويعني شيء وايد جميل، وعاطي السوق فوق ما هو جميل عاطنا جمالية وايد حلوة. عادة يوم الحين نكون في أي دولة في الخارج يعني بالأخص أوروبا، تشوف منظر مثل هذا توقف ساعة وساعتين الطالع اللي فيه، شو السبب؟ حتى لو مالك حاية المنظر السوق يعني، شوف هاي مثل اللي في الأسواق الشعبية اللي عندهم، شفتوا اللي في نص المول، تبي طمول فخم من أروع ما يكون، وفي يم بنسوي في على يم بنسوي سوق مش شعبي، قمة في الرقي، لكن ينشل وينحط في خلال نص ساعة ولا ساعة، فيكون شكله وايد جميل، وتتيامع عليه العرب والحرير السويعيات عبي ولا شيل ولا عطورات ولا الاكسسوارات، كان شيء وايد جميل وحلو يعني. فالسوق بالاساس يكون جميل وقمه في الترتيب اللي هو ما شاء الله سيتوه، وفجاه تلقى فكره مثل هالافكار تعطي السوق جماليه، وتعطي الناس اللي من غير تفتح لهم باب رزق يعني. الله مرحبا، مرحبا بالمر، كيف حالك؟ الله يسلمك. انت اتخذت لهم ورايا. الله يحفظك بالمر. هذا ولك محمد؟ نعم نعم ما شاء الله، الله يبارك فيه. ابو هامل السلام عليك. السلام. كيف انت؟ كيف حالك؟
الحمد لله على السلامة. كيف انتو؟ الحمد لله على السلامة يا ابو عمر، والله مليون مرة. الله يسلمك محمد. انا كيف حالك؟ كيف انت؟ ما شاء الله عليك يا محمد، يعني الله يحفظك. كيفك شيوخي؟ بارك الله فيك. عيبني المنظر هذا، تذكرت السوق اللي وديتني له في لندن، شو اسمه؟ بورتابيلو. اي والله تذكرته، بغيت اتذكر اسمه واقول بورتابيلو واتخقق على المشاهدين المتابعين، يا غير ما رمت شار في بصراطين، ما رمت اتذكرها. قلت السوق الشعبي الاسود اللي في اوروبا، ما رمت اقول بورتابيلو، سار عن بالي. شوف المر وخلالك عيونك، شوف بعد كيبوت لابس من زمان تلبسه؟ لبسه من زمان. ايه والله. ايه والله. اقول لك ابدا، اقول لك ما انك تمشي. نعم والله. روح الحين، روح حد للدرب، روح حد اللي اسرع اسرع، تخليك طاير. الله العظيم بتودر لو بسير. صدق والله الحين انا وابوك وخادم، كيف بتودرنا؟ والله انا متواجد اسمه اكبر ودرب بعد. بزر برسيو شو فيك؟ حلف والله. انت عشى ضربة؟ ان شاء الله. تم اكيد. تم باب المر هايته. يلا توكل على الله. الله يحفظك ترياك ان شاء الله. ان شاء الله عليه بالمر. كل من خطف حد سلم عليه، كل من حطف حد سلم عليه، كل من خطف حد سلم عليه، ما ادري شو مشكله، ما يخلي حد وما يعرف. لا يكون انت مطرب، كل ما خطف حد الا سلم عليك، سلام عليكم بالمره سلام. شو مشكلك ويا العرب هكذا؟ هاي ربعنا طالعين ما شاء الله عليك. لا شد من اي يوم من ايام الله اللي يخطفان، شفت السي جي او في عالم هكذا، أمة لا إله إلا الله، أمم تبارك الرحمن، زاف في ساير زاف في آية، ما بالزافات أبدا، هاي يسمونهم أفواج، فوج ساير فوج في آية، مثل الموية، شفت الماية يوم تدح على السيف النمون، خلق الله ما خلق، خاطري أصور لي قدامك اليوم يعني الحريم بشعورهن، ما في أبو حد يشتكي علي ولا شيء يعني. يدورون السبب، ولا في أبوي على السجون، ولا في على الغرامات والشكاوى حد يشتكي علي، ولا مر. شو الحل يعني الحين؟ أنت مشكلك مش المشكلك، زين فيك إنك أنت بعك مستمر، مستمر على التمرين، أنا مستمر على التمرين، لكن الأكل يا المر، لا تمرين أتمرن وجري يجري وما أخلي شيء ما أسوي. يا غير الاكل ما ابراهيم ما ودره، شو الحل؟ ما في ابوي غير الاكل الزايد في الليل هذا تودره. يا مرحبا عيونك. كم زايد؟ 3 كيلو. زين سويت عقاب حل نفسك؟ عاقب نفسي. شو؟ تمرين ابوي صبح ومساء. عسب 3 كيلو. عيل انا اللي زايد 20 كيلو شو اسوي؟ لا لا وين 3 كيلو؟ ادور لي دار. كيلو؟ اي والله شيء 90 الحين 93. ما شاء الله. اي نعم 93. ما يبين عليك. لا يبين يا ابو. والله ما يبين. يا ريا شواكل ومطاميط ويلون. شو بقول لك؟ بصور وياك. عليكم السلام. تعرف ليش صورتك؟ ليش؟ عايبني لو كنت دورك. الحين معك ما يبون يصورون؟ الحين عاد ما يضربون. بس عاد قالوا صوره واحده. اي ها. سيتي ووك مهتمين ما بالله بس في الواجهة قدام وين العرب والوادم ساير جاي، لا شو حتى في الخلف، هذا مكان ما حد يخطف وزاق نبوت. أقولكم ما بمهتمة الشركة واللي سوى المشروع هذا في الأماكن اللي قدام بس، لا حتى في الأماكن اللي يعني اللي غير مرئية. شو ما زين هالمنظر الجميل، منظر جميل ومكلف وقمة في الترتيب، ما حد قربه، لكن ما قالوا هذا منظر موجود في الخلف نحن ما بنهتم به، عطوا أهمية أكثر حتى عن اللي قدام. شوفوا لو دخلت حمام في السيتي ووك، شوفوا بالله عليكم ها في ظهر بنايات، شوفوا منظفه يلق تحرى حد لا قمنا بقطنه، شوف بالله عليكم، ولا فيه ما زين لها مكانهم رقم واحد. يا تمارا نعم نسيم thank you for doing your job nicely, you are very good guy, thank you very much, you are doing your job very perfect, the toilet was very clean
and I know you are getting salary, but you are doing your work from your heart. That's why I say thank you very much. Assalamu alaikum. خد حافظ سليم. كان بإمكانه الكلينر البوي هذا اللي ينظف إنه ينظف أي كلام وأي شيء يعني ورا تخيل ورا البنايات ما بداخل ما على الشارع الرئيسي لا في الخلف ومع هذا مخلي الحمام تحراه ملحوس لحاس نظيف يلق وتدور أي شيء غلطة ما تلقطها سبحانك يا رب حد من العرب يشتغل بذمه جزاه الله خير والله يرحم والديه والدي اللي مشغلينه والدي بعد منو اللي يجين وراقبونه ومعلمين المذهب وسنعوه وعدلوه وما بخلص شغله ومرتز عند الباب لا على يم واجه مسير يمكن أكثر عن 3-4 أمتار بعيد عن الحمام كل من خلص حد من حد دخل ونظفه بعد ظهر في نفس اللحظة هذا كم له من لجه الله يرحم كل من يرحم إنسان يؤدي واجبه على خير وجه الله يرحم كل من يرحم كل إنسان يؤدي واجبه على أكمل وجه أنا قلت قبل خير وجه خالد ظني أكمل وجه ظني أقولكم من مدة كنت في بلاد والبلاد هذه وقت التقاطع مثل هالتقاطع اللي الحين تشوفونه يعني العالم يوم بتخط يا آلاف أتوقع حين نحن وصلوا هني 1000 أو 500 في الدقيقة اللي يخطفون من التقاطع اللي في سيتو أتوقع في خلال السنة الجاية ولا الحول ولا الحائلة بتسوي العالم مثل التقاطع اللي صورته ما أتذكر والله شو من بلدان وين كنت أنا ما أتذكر والله شيء في بلاد صورت منظر من فوق عالم أمم عند الإشارة يوم لبقت الإشارة حمراء يعني لبقت خضراء حق المارة يعني يا ربي العالم تحرى أساطيل العالم خطفت شرات الدرة تحرى العالم كنا في وين؟ كارنبي ستريت شفت في دمك مكان العالم؟ كارنبي ستريت والله العظيم يوم أزيب بسلم على العرب لازم أول شيء ترفع الكاب لأنك يوم بتواجه حد وانت لابس الكاب بيضرب الكاب مالك هذا في وجه اللي بتوايهه ولذلك خشمك هذا ما بيدك خشم اللي بتوايهه شو رايك؟ شو هي؟ هي ما قال شو اسمك انت؟ الحمام انزين وليش زعلان؟ مو زعلان شي ما بزعلان؟ لا يوم بتزعل ايش قايل؟ شو اسمك انت؟ هيا تعالي عدالي يا ربي هيا افتريتي اشوف قولي واو لا قولي وا والدرس وين طايح عاده كل حد يقول بصورك حق امي حق الوالده اول مره واحد يقول بصورك حق ربيعي لا يحبك هو يحبك حب ربه من الصبح لين الليل يسمع الفيديوهات اي القصيد اللي انا عده اي القصيد نعم الله يحفظك حبيبي ايش اسمك سيف بن عبيد السويد بتلاقي انت ويا عمي في العمره اي في مكه اي والله انت من هالخانه دخيل والديك سلم على الجماعه كلهم يبلغ ان شاء الله الله يحفظك كيرنبي ستريت ولا غير كيرنبي ستريت هي حتى نقطة من محيط عنده المكان اللي نحن فيه ما روم أنزل كاميرا لأن أمة لا إله إلا الله ما في أحد يشتكي علي أقولكم لا كيرنبي ستريت ولا غير كيرنبي ستريت هي نقطة من محيط من العالم اللي أنا أشوفكم أفواج أمم لا إله إلا الله بضك أنت منها السلام عليكم السلام نزيل نزيل شو بعد غير سلام عليكم يا أهل السلام سلام عليك إحنا لا والله في تعليق في أشد إن إحنا من أشد معجبينك هيه إحنا النوم نحلم بك نقوم حاطين صورتكم مرة والله نفوق في غرفة صورتكم بسم الله يطرش الشر اللي يعاد والله وين بيك رقعت وتشاهدني رمت أرقد من يوم شفتك خلاص اليوري تحاكى المرة مرة ممكن شفتك ريت بريت أبوني باكل مرة خلاص كلش لا حول والله جاري سكر زيادة شو الله عليك الله يطول عمرك مرحبا بكم شباب كيف انت شباب الخاطر صور بيديك وريولك
حمار ومشرب انك انت ربيعي من ايام الطفوله وانت اصغر انت كبر اصغر واحد من عيالي انا هي نعم كيف يعني ربيعي من ايام الطفوله من ايام الطفوله انت اعرف نفس أنا... الشيء من زمان عنك صار زين زين انت من هالوين ابوي من هالعين طال عمرك ما شاء الله ما عليك. قربت عندنا العين اللي جيت هاي كل مره وين هالاحتفال ما ادري شو يبيعون الجبره الجبره ما بتزورنا اتيكم عيوني ان شاء الله والله نعم يلا واليوم بنحط وياك اسمح لنا ومعزوم مره من الالف للياء كل شيء علينا الله يطول بعماركم مشكورين ما ظني حد تام في بيته اللي في دبي كلهم في السيتي ووك اعتقد اللي في دبي كلهم في السيتي ووك ما ظني حد تام في بيته اللي عنده هالعيون الفنانه بس نظاره انزين الكينج هذا من العرب كل هني بتلاقى وياك باكر عرب اكيد يا ويلك اذا تخون ما اقدر اخون اللي ما ذبحتك انزين الله يسلمكم الحين نحن بونا ياسين في الكافيه هذا قهوينا وخلص مشهد سيتو دق لنا ابوي الحبيب هذا اللي تشوفونه أنا أنا هذا أنا أنا قال والله انا في المكان الفلاني تعالوا كيف عرفت ان احنا هناك انا خبرني اخوي ده صاحب الكافيه هذا الكافيه مالي انا قول والله اعتبره كافيه مالي جراند كافيه هي هذا الكافيه مال اخوي الله يرحمه ابا متابعيك كلهم يقولون صوتي رايح مغني صوتي رايح صوتي رايح ولا قابل صرناي مال ايوه اقول لك قصدك يعني خالي يعني ما عليك بسم الله عليك ما فيك زين بلاك انت ابوي انت فنانين حبيب اقول لك بكره اذا الله جعلنا من الحيين انت واعدنا بنرمس بنخبر العرب عن حياه الكنف الله وين يا من وين تنت منو خوال منو عموت وين ربا وين استوى انت خالي زين وشو الاسم الصدق كل شيء بكره ترى بنتلاقى على الغداء غدانا وين في فندق رينيسنس رينيسنس من المطعم الفرنسي الله الله اغلي ايوه مره ما يهمك خلاص وحده ونص وحده ونص غدانا انا وخالد الخالدي في مطعم فرنسي في رينيسنس انت يعني ديت ان شاء الله يتعدل عادي ياسر باشا عيل حبيبي زي لس شكرا زي علي افداع وين بس لا بيت بلاي الرب ما بعرف المر المر وينه المر يا تعال المر المر ابوي ترى وين وين عليك طلب ابوي محمد يلس يعني افداع اسمع زعلان لا شي حس واحد ما بزعلان مش زعلان اي صف انت عمان يتسبب تكون خلصت امتحانات كم خلصت بعد ما خلصت شاطر يو دبي مول سلام عليك ولا هب دبي مول هذا دبي مول والله هناك ثلاثة دبي مول عفوان الله يلا لا بليتنا المراد سايرين ابوي البوليفار بنتمشى بعدنا ساعة ساعة ونص بني في كوفي بنعيد من الله خير بناكل هوانا يوم غاية ابوي برد فندقنا بنرقد بس شبعنا من الارغدة من المغارب وحين بيت ناصة في الليل بس علينا يوم الارغدة ما قصرنا خلينا حد ما شفناه ولا شافنا امة لا اله الا الله دبي شفناها كاملة كل شعب الدولة شعب دبي كامل ابوي شفناه ما يندر لكن ما ظني أحد من كل من دبي أعتقد أن من جميع دولة الإمارات أحد من العين أكثرية العرب كلها من العين ومن الشارجة ومن أبوظبي ودورت كرت مساعة للفندق ما شي كرت في الريسبشن ما شي كرت نشيت وكتبت اسم الفندق فندق رينيسنس وظهر هذا داخل الانترنت الموقع مالهم سويت كابتشر وحطيته لكم هذا للي يسألون عن عنوان الفندق ورقم تليفونهم رقم تليفون ما شو شيء رقم تليفون أنا عندهم هذا بس هذا اللي ظهر لي واللي يبغى بني يدخل هالنمونة ويكتب اللي يبغى وبيردون عليه هل بالفندق يعني قال اللي يبغى ويسأل شو عن اللي يبغى وشو المطعم وشو ما أدري هالأخبار يسأل هل بالفندق أنا ما عندي أي نتيجة ولا أي خبر أنا اللي أعرفه هالنمونة اللي ها شفتوا ها مركز مبيعات إعمار بارك الله فيكم انا اللي اعرف ابوي حطيت لكم اياه ابوي يجيني مسج شو الاسعار زين ابوي هم بفندق ابوي وانا ما اعرف عن الاسعار حين اعرف عن الاسعار اخر لحظه وانا ظاهر تخبرتهم عن السعر شي خصني يمكن يعطوني سعر غير يمكن يسوي لي تنزيل او تخفيضات ولا خصومات انتوا كل انسان على حسب شو علمه شو خبره نمره بس عاد عليكم
اظني خلاص برمس وياكم اظني سرنا بوليفار وقال مال الفالي باركينج اللي بيوجف سيارتنا قال الخصوصي 350 والعادي ب 105 دراهم قلنا زين براي نبي العادي كان قال ابوي لين الساعه 12 ونص وتعال شر سيارتكم وحين ابوي 12 قاصر يعني 45 دقيقه يعني معلوم ان نحن الغلط منا ان نحن تاخرنا مفروض حتى لو من المغرب لين يعني هاي الساعه يعني كل واحد لك انا الحين بيسكرون الفالي باركينج قال عندكم من الساعه 45 دقيقه قلت له يا ابوي نسير فندقنا نحن قريب عن فندقنا الحين ونحط روسنا ونرقد وبس علينا من الرغده واللي بار ما شاء الله زحمه وعالم وحركه كان ان شاء الله قد ودي تغير حال الودي ان شاء الله بني يلا وصلت فندقي وعندنا عندي رمسه وشوف شيء طاقه رمستكم وما شيء طاقه برايكم فندقي فندقي كان زين ما شاء الله عليه ما شاء الله ينغش ابوي ينغش 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 فلين عينه ولا حجره فاضيه ولا حجره فاضيه هاي الحجره المظلمه هاي حجرتي لاني انا محد والبادي كله فل تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله شو هذا وين مساعنا يالس شفت وين المظله هاي يسمونها الشمسيه معاديلها هذا اللي تشوفونه شيء مكان مال شيشة واخذ شيشة وما ادري شو وما ادري شو ما ندري على الساعة كم كان خاري اللي بيدوخون الطرف هذا قرب الحوض الطرف هذا وين نحن جلسنا مكان ممنوع الشيش لكن بخبركم شيء فنان يعني هالفندق على الله ان شاء الله يحافظ لي بنا لي بنا هالفندق بنا ما لي بنا وعدل هالفندق ولي فرش والفراش روحه ما فراش تحرى مال الفنادق تحرى لي فارس الفندق فارشنا حق ابوه ولا اخوه ولا امه يعني حد من الناس اللي يحبهم يعني اللي خدم هالمكان والله خاد منا بذمه جزاه الله خير ما يدرى عاد منه خاطري قلت بي في الليل اطلع المكان اللي شو الطاوله هاي شو ياسر عرق اللي هنا الظهر نحن كنا هناك ياسين قلت في خاطري بي في الليل بطلع شو قال يستوي منظر جميل ياخذ العقل جميع الجورات والدنيا هذا وين توني كنت جالس يوم اصور لكم الفندق من تحت ما سبحانك يا رب منظر جميل شيء وادم على يدي لسان ما برمس الكاميرا كذاك